أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث التي نخصصها للحديث عن اتهامات الحكومة لميليشيا الحوثي بعرقلة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى الموقع في العاصمة الأردنية عمان. اتهمت الحكومة ميليشيا الحوثي بعدم الجدية وعرقلة تنفيذ اتفاقيات ومساعي عمليات تبادل الأسرى. وقال عضو لجنة التفاوض بشأن الأسرى والمعتقلين في الفريق الحكومي ماجد فضائل، قال إن الحوثيين وضعوا عراقيل كثيرة أمام الاتفاق، من بينها المطالبة بأسماء وهمية والتمسك بمطالب تعرقل سير الاتفاق. وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي تعمل على استغلال ملف الأسرى سياسيا وإعلاميا دون اقتراف لكل المناشدات والدعوات المنادية بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين قبل تفشي فيروس كورونا. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما أسباب عرقلة الميليشيا لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى؟ ومن يتحمل مسؤولية خطر تعرض الأسرى حال تفشي فيروس كورونا؟ نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. على الرغم من جائحة كورونا التي تهدد أكثر من 16 ألف أسير ومحتجز في اليمن، إلا أن الدعوات الأممية فشلت في إلزام ميليشيا الحوثي بتنفيذ اتفاق السويد، وما توصلت إليه المفاوضات بعد ذلك في عمان بخصوص المحتجزين والأسرى. الحكومة الشرعية وعلى لسان عضو لجنة التفاوض ماجد فضائل اتهمت ميليشيا الحوثي بعدم الجدية وبعرقلة تنفيذ اتفاقيات ومساعي عمليات تبادل الأسرى، وذلك بوضعها عراقيل كثيرة أمام الاتفاق، من بينها المطالبة بأسماء وهمية. فضائل أشار إلى أن الميليشيا تعمل على استغلال ملف الأسرى سياسيا وإعلاميا دون اكتراث لكل المناشدات والدعوات المنادية من قبل أهالي المختطفين والمنظمات الدولية والأمم المتحدة. الحكومة كانت قد طالبت ميليشيا الحوثي بالبدء في تنفيذ ما تم التوافق عليه في العاصمة الأردنية عمان، بدءا بإطلاق مرحلي لعدد 1420 معتقلا وأسيرا كمرحلة أولى، وصولا للإفراج الشامل وفق مبدأ الكل مقابل الكل. وعلى الرغم من الدعوات الأممية ومناشدات ذوي المعتقلين ومنظمات حقوق الإنسان الساعية لإطلاق سراح المعتقلين، إلا أن تلكؤ الميليشيا في تنفيذ ما التزمت به يهدد نجاح جهود عملية إطلاق الأسرى، وهو الأمر الذي يفاقم من خطر تعرضهم لتفشي الوباء الذي فتك بالآلاف حول العالم. وينضم إلينا للحديث أكثر وكيل وزارة حقوق الإنسان السيد نبيل عبد الحفيظ. أهلا بك سيد نبيل معنا في هذه الحلقة. أسعد الله مساءكم ومساء السادة المشاهدين، وسعيدون جدا بمواصلة اهتمامكم بهذا الأمر الذي يشكل لنا حالة قلق كبيرة، وخصوصا مع مواجهة هذا الوباء القاتل الذي يشغل العالم أجمع. أهلا بك سيد نبيل، وأنت وكيل في وزارة حقوق الإنسان، فسر لنا ما الذي تريده الميليشيا من وراء الإبقاء على المختطفين والمعتقلين في سجونها رغم المخاطر الكبيرة من تفشي هذا الفيروس في العالم؟ على الرغم من أن الصوت ليس جيدا، أعيد لك السؤال باختصار، يعني فسر لنا ما الذي تريده الميليشيا من الإبقاء على هؤلاء المعتقلين في سجونها. إذن انقطع معنا الاتصال بالسيد نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان. إذن نحن بصدد في هذه الحلقة ونواصل الحديث عن هؤلاء المعتقلين والمتهمين في السجون والذين تصر ميليشيا الحوثي على اعتقالهم رغم الأعداد الهائلة التي نراها في جميع أنحاء العالم، وأعداد مهولة، وكما تقول منظمة الصحة العالمية وجميع المنظمات في كل أنحاء العالم من خطر هذا الفيروس. إذن ينضم إلينا الآن من مأرب الصحفي عبد الحفيظ الحطامي. أهلا بك سيد عبد الحفيظ، أبدأ معك يعني ما رأيك في الأسباب التي توردها ميليشيا الحوثي، إن كان هناك أسباب لرفضها تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى مع الحكومة الشرعية؟ ألو
تفضل أستاذ عبد الحفيظ، أنت معنا على الهواء. أنا أسمعك، صوتك اتقطع الحديث. طيب أستاذ عبد الحفيظ، كنت قد سألتك عن رأيك في الأسباب أسباب رفض ميليشيا الحوثي لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى مع الحكومة الشرعية. أنا لم أسمعك، لكن سمعت شطر السؤال فيما يتعلق بقضية السجناء سواء كان مختطفين أو غيرهم. كان يفترض أن تحسم هذه القضية على الأقل فيما يتعلق بملف استوكهولم، على اعتبار أنها قضية إنسانية، وسبق للحكومة الشرعية وللمنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي أن ضغط في هذا الأمر، إلا أن ميليشيات الحوثي رفضت الإفراج الإفراج عن الكل مقابل الكل، وأن تقدم كافة الكشوفات سواء كانت الحكومة الشرعية أو لدى الميليشيات، لكن الميليشيات رفضت رغم تعدد اللقاءات ورغم حضور أيضا مارتن جريفيث التي أشرف مباشرة على هذه اللجان، إلا أن تعنت الميليشيات ورفضها ووضعها الكثير من العراقيل أمام ملف الأسرى. وبالتالي في اعتقادي بأن الأمم المتحدة حتى هذه اللحظة من المؤسف أن تبقى صامتة ومتفرجة، وخاصة أن القضية أصبحت يعني قضية عالمية فيما يتعلق بالتهديد الخطير لفيروس كورونا الذي يتهدد العالم، ويفترض على أي تجمع أن يتم التفكيكه كالأسرى المختطفين التجمعات وغيرها من ما يتعلق بالجوانب الحقوقية لحماية الإنسان من هذا الفيروس الذي يغزو العالم. ومن المخجل أن تقف الأمم المتحدة صامتة ومتفرجة أمام تعنة الميليشيات ورفضها الإفراج الكل مقابل الكل، ويفترض على الحكومة الشرعية أن تتقدم بشكوى عاجلة إلى الأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن فيما يتعلق بهذه القضية الإنسانية، ويجب أن تجبر الميليشيات ليس عبر الأمم المتحدة طبعا للإفراج عن كافة المختطفين، وأيضا على الحكومة الشرعية أن تفرج أيضا عن الأسرى. سيد عبد الحفيظ، يعني هذه الأسباب وهذه ما ذكرته أنت يعني من أسباب من قبل ميليشيا الحوثي لترفض هذا الاتفاق، هل ترى أن هذه الأسباب وهذه العراقيل يمكن حلها، أم أنه لابد من إلزام الميليشيا بقرارات أممية أو عبر أي حلول أخرى لتقبل بهذه الاتفاقات؟ يفترض أن إن كان ثم ذرة إنسانية لدى الميليشيات أن تقبل بالأمر الواقع وألا تسيس هذا الملف الإنساني، ويجب على الأمم المتحدة كجانب أخلاقي ومهمتها حماية الإنسان ومن مبادئها حماية حقوق الإنسان أن تضغط بكل قوتها، وخاصة الدول المتقدمة الدول التي ترعى حقوق الإنسان والديمقراطية أن تضغط على الميليشيات بالإفراج عن كافة المعتقلين والمختطفين والأسرى لديها، وفي المقابل أن تلزم أيضا الشرعية في المقابل بالإفراج عن أسرى الميليشيات. هذا الأمر أصبح يعني إذا ما استمر بهذا الوضع فإن الميليشيات تسيس، تؤكد بأنها تسيس كافة القضايا الحقوقية والقضايا الإنسانية، ويجب على الأمم المتحدة أن تضغط في هذا الاتجاه وتجبر هذه الميليشيات لعدم تسييس هذا الملف والتسول به لدى المنظمات الحقوقية، ويجب أن تدعم لعملية الإفراج وذلك تفاديا لانتشار وباء فيروس كورونا. وأنت كصحفي سيد عبد الحفيظ، يعني كيف يمكن للإعلام والصحافة أن تلعب دورا لتحريك هذا الملف ما يلزم الميليشيا بالقبول بهذا الاتفاق وتنفيذه؟ نعم، علينا كإعلاميين حتى الزملاء في ميليشيات الحوثي الانقلابية يجب أن يكون لدينا رسالة واحدة تتعلق بقضية الإنسان اليمني أيا كان، على اعتبار أن كل الأطراف يمنية، ويجب الإفراج عن هؤلاء المختطفين. الفيروس لا يفرق بين جهة وأخرى ولا بين جغرافيا ومنطقة أخرى، ولا يفرق بين ميليشيا ولا بين حكومة شرعية، ويستهدف الجميع. وبالتالي علينا جميعا أن نوجه رسالة موحدة
لكافة الأطراف بالإفراج عن المختطفين والأسرى تفاديا لأي كارثة إنسانية مسبقة بهؤلاء المختطفين، وخاصة أن هناك منظمات حقوقية ومنظمات أيضا إعلامية وصحفية دعت بالإفراج عن كافة المختطفين طبعا وعلى رأسهم الزملاء الصحفيين الذين لا يزالون يقطعون في الميليشيات الإسرائيلية. ابقى معي سيد عبد الحفيظ، ينضم إلينا ونشرك في هذا الحوار الناشط الحقوقي عمر الحميري، ينضم إلينا من تعز. سيد عمر أهلا بك. أهلا بك أخي الكريم وضيوفك الكرام. أنت كيف تقيم دور المنظمات الحقوقية في الضغط على الميليشيا لإطلاق الأسرى مع التكرار في أو تكرارها في رفض هذه الاتفاقات ونقضها؟ في الواقع هناك جهود حديثة تقوم بها المنظمات الحقوقية والنشطاء المهتمين بحقوق الإنسان على عدة مستويات، وآخرها الحملة الأخيرة التي انطلقت الأسبوع الماضي واستهدفت إطلاق جميع المعتقلين والمشمولين بالقرارات الأممية والاتفاقيات الدولية السابقة بما فيهم المعتقلين وأهمهم المعتقلين السياسيين، معتقلي الرأي وأيضا الصحفيين والنشطاء، وهم على رأس قائمة هذه المطالب. هناك بالفعل جهود تنتمي إلى الإنسانية وتتجاوز جميع الانتماءات الضيقة وسقفها مرتفع وعالي، وهو ما يجب الالتفات إليه والنظر إليه بعين الاعتبار على المستوى المحلي أو المستوى الدولي. هذه المطالب حثت جميع الأطراف بما فيهم الحوثيين وهو على رأس القائمة، وأيضا الجهات الأخرى مثلا في عدن أو في جميع الأطراف في اليمن الذين لديهم معتقلات هناك سجون، أحيانا يحصل سجناء رأي على خلافات سياسية سواء في الساحل الغربي سواء في عدن أحيانا في تعز. هذه الأمور تحدث، وبالتالي هناك سجناء معرضين للخطر، وهناك حق والتزام أساسي بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين سواء كان هناك خطر يهدد حياتهم أو لا، لأن هذه الاعتقالات نعم سيد عمر، وبالتالي فإن هذا الظرف هو ظرف مشدد وينبغي الالتفات إليه. نعم سيد عمر ابقى معي، ونرحب من جديد بوكيل وزارة حقوق الإنسان السيد نبيل عبد الحفيظ. سيد نبيل، كنت قد سألتك عن ما تفسر لنا، ما الذي تريده ميليشيا الحوثي، وأنت كوكيل وزارة حقوق الإنسان ما الذي تريده ميليشيا الحوثي من وراء الإبقاء على المختطفين في سجونها رغم المخاطر الكبيرة التي يتحدث عنها العالم في ظل تفشي فيروس كورونا؟ مجددا يعني رحب بك وبجميع السادة المشاهدين. الحقيقة أنه كما أشرنا في من خلال التصريح الذي أدلى به الأخ الزميل ماجد فضائل وكيل الوزارة وزارة حقوق الإنسان، وهو أحد أعضاء اللجنة الإشرافية على عملية تبادل الأسرى والمختطفين، هناك محاولات حثيثة وجهود كبيرة تقوم بها الحكومة لإنهاء لإغلاق هذا الملف بدءا من اتفاقات جنيف الأولى وصولا للكويت وتتويجا بستوكهولم ومؤخرا في لقاءات عمان. تبقى القضية في السؤال الذي تطرحه أخي العزيز، ماذا تريد هذه الميليشيات؟ هذه الميليشيات أولا نتيجة تسييرها الخارجي من إيران تعمل على أن يظل لها نقطة ضغط، تعمل على أن تظل هناك ملفات تضغط بها، هي ليست جادة وليست صادقة بخصوص هذا الملف أو غيره من الملفات. تعلمون جميعا أن كل الملفات التي الثلاث الملفات التي نوقشت في ستوكهولم لم يتحقق فيها شيء، سواء فيما يخص الحديدة أو موضوع الأسرى المختطفين أو موضوع تعز، وبالتالي ستظل أي ملفات وأي حوارات مع الحوثيين كما هي شأنها منذ عام 2004 بداية صراعهم مع النظام السابق حتى الآن ستظل. إذن سيد نبيل، إذن السؤال هنا مصداقية. السؤال هنا لماذا تعلن الميليشيا كل مرة عن استعدادها لتبادل الأسرى ثم تخلف وتنقض هذه الاتفاقات؟ نفس الأسلوب الإيراني الذي تقوم به فيما لو تذكر ما يسمى بالدول الخمس زائد واحد، كل ما يخص البرنامج النووي الإيراني دائما هم هناك من يدير هذه العملية من الخلف لدى الحوثيين، وهي المجموعة المستشارين الإيرانيين واللبنانيين الذين يقومون بهذه العملية بنفس الأسلوب فيما يخص إيران، الذي هي عملية نحن موافقون
ثم عندما يأتي التنفيذ لا تجد شيء. في الأخير هي مجرد موافقة أولية لا يتحقق منها شيء. قل يعني لو عدت بالذاكرة ببساطة لوجدت أنه منذ جنيف واحد حتى اليوم لم تفي الميليشيات ولا بوعد واحد. حتى موضوع 1420 الشخص الذين كانوا عاد في إطار الاتفاق على أنهم مرحلة أولى للأسرى والمختطفين لم يتحقق منها شيء أيضا. نعم. الغريب نعم. أيضا في الأمر هو الأسلوب البجح في التناول الإعلامي من أنهم مستعدون ولكن العرقلة لدى الطرف الآخر. ما يزعجنا في الأمر أن مكتب المبعوث لا يتحدث بما يحصل على في داخل هذه الاتفاقات. الحكومة قدمت كل ما لديها من استعدادات. قلنا نعم فقط هناك ثلاث نقاط أساسية. أولا لا نحن نرفض أن يتعامل معنا، يعني الحوثيون يتقدمون أحيانا بأساليب تعجيزية، يقدمون أسماء هم أنفسهم أقاموا حفلات عزاء لهذول الأشخاص ممن قتلوا في الحرب وأقاموا لهم عزاء، ثم وبكل جرأة يتقدمون بأسماء هؤلاء على أساس اخرجوا لنا هؤلاء مرة أخرى. نوع من الاستعباط، نوع من الاستخفاف أيضا بالجانب الدولي، لكن بالمقابل أيضا الجانب الدولي ليس لديه موقف حاسم حتى في عندما يرد على هذه التصرفات يرد بطريقة ندعو جميع الأطراف، ندعو جميع الأطراف، وكأن جميع الأطراف وضحت الصورة متسببة في العرقلة. وضحت الصورة سيد نبيل. هي إذن مجموعة من العراقيل تكررها ميليشيا الحوثي في كل اتفاق. أعود إليك سيد عمر الحميري من تعز، يعني ما الذي ستستفيده الميليشيا من إبقاء هؤلاء الأسرى خصوصا في هذا الظرف؟ نحن نتكلم في ظرف تفشى فيه فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وكل أو أغلب الدول أو كثير من الدول بادرت وأفرجت عن سجناء ومنهم الحكومة الشرعية في مناطق سيطرتها. في البداية يجب أن نفهم أن الهدف الأساسي من اعتقال المدنيين كانت استراتيجية حوثية للضغط على الطرف الآخر لمحاولة فرض سيطرتها في المناطق التي تسيطر عليها، وأيضا محاولة ابتزاز سياسية لقمع الأصوات الصحفية، لقمع الناشطين، لقمع جميع أدوات الحياة التي يمكن أن تشكل تهديدا لمشروعها الدموي، وحتى الأشخاص المدنيين العاديين تم استهدافهم على أساس الهوية، على أساس القرابة، على جميع الأسس. وبالتالي فإن هدف هذه الميليشيا هو القمع، لأنها عصابة فاشية، عصابة قائمة على الدم وقائمة على فكرة اللادولة، على فكرة التطرف. وبالتالي نحن عندما نحاول تفسير نظر العصابة فإنها عصابة إجرامية، لا يجب تفسيرها بأنها لأنه لا يجب النظر إلى الدافع. الدافع لا غير مهم، بل علينا النظر إلى السلوك. هذا السلوك ثبت أنه سلوك إجرامي ومتكرس ومنهجي، ويحاول من خلاله استغلاله استغلالا سياسيا وعسكريا. رأينا كيف حرصت الميليشيا على مبادلة سجناء سياسيين مقابل مقاتلين معتقلين لدى الطرف الآخر، مقاتليها بغرض الإفراج عنهم مقابل الإفراج عن معتقلين سياسيين ومدنيين وصحفيين ومستطاع. شاهدنا ذلك مرارا عندما يقرب مصور صحفي مقابل شخص في صفحة تبادل أسرى مقابل شخص مقاتل قاتل في ميليشيا الحوثي. فإن هذه ميزان العدالة في هذه الصفقات هو الذي أغرى الحوثيين باستمرار الاعتقالات، وبأنها وسيلة كافية لفرج عن معتقليها واستغلالها عسكريا. أما من حيث الناحية السياسية هي تتفاوض على هذه الورقة وتقدم الوعود للجهات الأممية والدولية بأنها سوف تفرج، وهذه الوعود لن تتحقق لأن هذه الميليشيات عندما تفرج هو أدوات قوتها وهي الاعتقالات وهي القمع وهي الدموية. نعم سيد عمر، إذن نعم السؤال هنا من يتحمل مسؤولية ما إذا تفشى المرض بين هؤلاء السجناء، ونحن في جهة نجد تعنت من ميليشيا الحوثي وفي الجهة الأخرى نجد تماهي من الأمم المتحدة، كما وصف السيد نبيل قال هناك تعميم في كل القرارات من قبل الأمم المتحدة في تحميل المسؤولية. المسؤولية بالدرجة الأساسية على الحوثيين، خاصة وأن هذه المناطق التي يسيطرون عليها
هناك الكثير من الاشتباه، وهناك الكثير من الحذر الزائد من أنه قد تم فعلا اكتشاف هذا الفيروس وانتشار العدوى، وبالتالي هناك هذا التكتم يشكل حالة من الخطر الزائد والمتضاعف والمتفاقم على حياة هؤلاء المعتقلين. ندرك جيدا أن هذه المعتقلات غير قانونية وأنها حتى غير آدمية، ولا تصلح حتى لاعتقال الحيوانات. عندما يتم الزج بمئات الأشخاص وعشرات الأشخاص في غرف مغلقة ضيقة وفي عنادر ضيقة وفي بدرومات، عندما يخرج المعتقلين ويدلون تصريحاتهم بأنهم اعتقلوا إلى جانب عشرات آخرين في غرفة طولها 4 متر، عندما يخرج المعتقلين ويشهدون بشهادات حية أن أمراض الجذام، أن أمراض قديمة انتهت منذ عشرات السنين، لا زالت موجودة وتنتشر داخل سجون الحوثي ومعتقلات، إن الخطر ليس فقط من فيروس كورونا، وإن من هذه المعتقلات تعتبر خطر حقيقي على حياة المعتقلين وعلى المجتمع اليمني بشكل عام. وبالتالي فإن المسؤولية الأساسية مسؤولية حوثية بامتياز وهي جريمة، وأيضا هناك مسؤولية تجاه الأمم المتحدة التي تحاول المساواة بين الأطراف، وكأن هناك تساوي بين عدد المعتقلين وطريقة الاعتقال. عندما يطالب النفقاء بأن يتم الإفراج عن المعتقلين من جانب جميع الأطراف، فإن هذا عبارة عن حتى لا يصنفوا على طرف واحد، وإنما عند النظر إلى الأرقام وأعداد المعتقلين فإن المعتقلين في سجون الحوثيون يتجاوزون بمئات المرات ما يعتقل هنا وهناك بحالات بسيطة لا تعتبر منهجية ولا تعتبر مسيسة وسياسة لدى هذه الأطراف والجهات الأخرى. وبالتالي نعم. فإن الحوثي هو المنتهك الأول لهذه الحقوق وهو الخطر الأول والأخير. نعم، دعني أعود إلى الصحفي عبد الحفيظ الحطامي من مأرب. سيد عبد الحفيظ، إذن كيف تقيم دور المنظمات في الضغط على ميليشيا الحوثي، وما الدور الذي يمكن لهذه المنظمات أن تلعبه حتى تلزم ميليشيا الحوثي بتنفيذ هذه الاتفاقات؟ نعم، المنظمات الحقوقية والإنسانية وحتى أيضا المنظمات المحسوبة على الأمم المتحدة أن تتوجه إلى هذه السجون. أولا، هذه المنظمات تدرك وتعرف جيدا بأن السجون الميليشيات ليست إصلاحيات بمعنى أنها سجون مؤهلة، هي بدرومات، غرف في منازل، في بعض الاسطبلات الحيوانات، في مناطق سيئة لا يصلح لتخزين البضائع، ما بالك بأسر البشر وتكثيف فيها العديد من المختطفين. وبالتالي على المنظمات الحقوقية أن تطلق إنذارها للمجتمع الدولي أمام مخاطر هذه السجون الغير مؤهلة، هذه السجون التي لا تصلح للحيوانات ما بالك للإنسان. وبالتالي في حال حدوث لا قدر الله دخول فيروس إلى اليمن ستكون جائحة عالمية في اليمن فيما يتعلق بالضحايا وما يتعلق أيضا بالمختطفين المغيبين عن أهاليهم وأسرهم وأطفالهم على امتداد سنوات منذ انقلاب ميليشيات. للأسف الشديد المنظمات أو معظم المنظمات لا تتعاطى مع الميليشيات على أنها ميليشيات وتتعاطى على دولة، وللأسف الشديد هذا هو المنطق أيضا التي تتعاطى به الأمم المتحدة الميليشيات، وبالتالي هي تصدر تعميمات للحكومة الشرعية وللميليشيات ولا تتعاطى مع الميليشيات التي ليس لها قانون وليس لها دستور وليس لها قيم وليس لها أخلاق، تتعاطى مع هؤلاء المختطفين. وبالتالي يجب على الأمم المتحدة وعلى المنظمات الحقوقية أن تضغط على هذه الميليشيات للإفراج عن المختطفين في سجونها التي لا تمتلك وتغيب عنها أبسط مقومات الإصلاحيات الموجودة في سجون العالم. إذن أشكرك سيد عبد الحفيظ الحطامي الكاتب والصحفي، كنت معنا من مأرب. وأعود إليك سيد نبيل عبد الحفيظ من القاهرة، يعني كيف تستغل ميليشيا الحوثي ملف الأسرى إعلاميا وسياسيا كما وصفت ذلك الحكومة؟ طبعا هي تستغل ذلك بنشر الأكاذيب أنها قدمت استعدادات وهي لم تقدم إلا استعدادات شفوية، لم تقدم معها أي دليل مادي للتنفيذ، وهذا بعلم مكتب المبعوث الذي شارك هو ومندوبين عن الأمم المتحدة في هذه اللقاءات في عمان. الآن وزارة حقوق الإنسان وهي تتقدم بأكثر من ملف في الأمم المتحدة، نقول أننا أصبحنا أمام كارثة عالمية، نخاف أن تصل إلى هذه الأماكن التي أساساً
من يعتقلون ويختطفون فيها هم يعني كثير منهم يعذبون حتى الموت، ومن خرج بعاهات عجيبة جدا. وبالتالي على الأمم المتحدة اليوم أن تكون عند مستوى الحدث، عندما بدأت الحركة الآن حركة الناشطين والمنظمات المحلية لرفع مذكرات إلى الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات الدولية لتكوين حملة ضغط دولية كاملة على هذه الميليشيات، هدفنا اليوم العمل على حركة إنقاذ لهؤلاء، لأننا فعلا في حالة قلق، ونعلم تماما أن الحوثيون لديهم الاستعداد الكامل للتضحية بكل هؤلاء، وسيكونون في غاية السعادة لو قضوا على أكبر عدد من هؤلاء. الآن الجزئية الثانية في هذا الشأن، الآن وزارة حقوق الإنسان وفي نفس الإطار قمنا بالتحرك حتى على مستوى المحافظات المحررة من أجل الإفراج عن السجناء في القضايا الجنائية البسيطة، بحيث نخفف من التواجد داخل السجون وهم محكومين. هناك في إطار هذه العملية تم الإفراج حتى الآن عن أكثر من 500 شخص من المسجونين في المحافظات المختلفة في المناطق المحررة. فما بالك نحن نتحرك ليس فقط على هؤلاء ولكن على الجميع. نقول أن موضوع المختطفين الآن هم في أسوأ حالاتهم، فإذا لم تحرك اليوم ربما لن نستعيد هؤلاء إلا جثث هامدة. نعم، إذن هذا هو الدور المطلوب من المنظمات المحلية والأمم المتحدة. إذن ما الخيارات في ظل هذا الوضع؟ وأنت تقول الوضع مزري في السجون ومرعب، ما الخيارات أمام الحكومة في ظل كل هذا؟ خياراتنا الآن تتجه بعملية الضغط التي نقوم بها على الجهات الدولية. نقدم كل ما نستطيع، يعني الحكومة حتى الآن أعلنت مئات المرات أنها تقبل بمبادرة أسرى تم أخذهم من ساحات المعارك بمختطفين أخذوا من منازلهم أو من الطرقات أو من أماكن عملية. يعني بعد هذه التنازلات التي تقدمها الحكومة والجيش الوطني ماذا يمكن أن يقال؟ مع ذلك حتى الآن نشعر بخيبة أمل كبيرة أن الأمم المتحدة ما تزال تتحرك بنفس البطء المعتاد وبنفس اللغة الرمادية التي لن تحقق شيء، وسيظلون على هذا الأساس إلى أن نكون أمام كارثة. ولذلك نحن ندق ناقوس خطر كبير جدا، ربما بعد ذلك تكون الأمم المتحدة والمنظمات الدولية شريكة فيما سيجري لهؤلاء إذا لم يتحركوا ويقوموا بدورهم الطبيعي. نعم، أشكرك السيد نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان، كنت معنا من القاهرة. وأختم معك سيد عمر الحميري من تعز. سيد عمر، ما الآثار القانونية المترتبة إذا تفشى لا سمح الله المرض بين السجناء في هذه المعتقلات؟ هذه جريمة قتل بالتسبب. هناك عمدية في هذه الجريمة من خلال علم هذه الميليشيات بالمخاطر المحدقة التي تحيط بهؤلاء المعتقلين، ولأن هؤلاء المعتقلين أصلا ليسوا معتقلين ولا توجد مشروعية في اعتقالهم، حالة الاعتقال أساسا جريمة، وأيضا الإبقاء عليهم في هذه الظروف الخطيرة على حياتهم جريمة أخرى. وإذا ما حدث ولا قدر الله وأن انتشرت العدوى، فإن أي ضحية من هؤلاء المعتقلين هم قتلى وهم مجني عليهم، ويجب تصنيف هذه العملية بأنها جريمة قتل عمد بالتسبب من خلال تعمد هذه الميليشيات الإبقاء على هؤلاء المعتقلين بدون ذنب وبدون جريرة وبدون محاكمة، رغم المخاطر المحدقة ورغم المناشدات، رغم الالتزامات الحوثية نفسها التي التزمت بإطلاق سراحهم، لعلمها أكيدا أنه لا توجد مشروعية في اعتقالهم ولا يوجد سبب للبقاء للإدفاع عليهم في السجون. الأمم المتحدة مشاركة عندما تغض الطرف عن هذا الجانب، وبالتالي فإن نعتقد أن الأطراف الأخرى بادرت بحسن النية وأطلقت العديد من المعتقلين، وهم في الأساس معتقلين على ذمة قضايا جنائية، رغم أن هذا ليس هو هدف المناشدة وليس هذا هدف الحملات التي تطالب بالاعتقال على المعتقلين المدنيين، ولكن هذا من جانب إبداء حسن النية ومن جانب التخفيف، كونه أيضا التزام قانوني على النيابة العامة، كونها ملتزمة بحياة وسلامة المعتقلين لديها، ويجب عليها الإفراج عن المعتقلين في جرائم وجنايات خفيفة وغير جسيمة، وهذا أيضا توجه نشكره لهم، وهو ما ينبغي على الحوثيين
الالتزام به من حيث البدء وهو إطلاق المعتقلين السياسيين. أشكرك. والصحفيين والمعتقلين المدنيين. من تعز الناشط الحقوقي عمر الحميري، شكرا جزيلا لك، وبدورنا نشكركم مشاهدينا الكرام في نهاية حلقتنا على حسن هذه المتابعة. شكرا لكم وإلى اللقاء.